طيب لو جينا نشوف الفيسيولوجيكال ادابتيشن بقى الجزء الثاني على ريجولار فيزيكال تريننج. الراجل ده بدا يعمل اكسرسايز وليه شهر شهرين سنه سنتين ليه فتره كبيره فبدا يبقى ريجولار اكسرسايز، فلازم الجسم يبدا يحصل له ادابتيشن للسيستمز الجديده او للحاجه اللي حصلت جديد، فيبدا يحصل التشنجز على مستويين، المستوى الاولاني ريجولاتوري ريسبونس والمستوى الثاني ستراكشرال ريسبونس. معنى كلمة regulatory معناه انه يحصل regulation، يعني changes في impulses، changes في blood، في حاجات معينة، changes في حاجات بسيطة ممكن ترجع تاني. لكن structural response معناه ان في structural changes، معناه مثلا المسلز هتبدأ السايز بتاعها هيكبر، البلاد سبلاي اللي رايح للمسلز ديت هيبقى كمه كتير جدا، البون هيبدأ الجروث بتاعه يزيد، معناه حاجة structural هتبدأ تتغير. تمام. طيب هنبدا بالريجولاتوري. الاول ريجولاتوري ده بيبقى رابد وبيحصل في اسابيع قليله من بدايه التريننج، بيبدا يحصل ان الشخص دوت بدل ما هو عنده سمباثيتك اكتيفيتي عاليه تبدا يحصل بارا سمباثيتك اكتيفيتي هي اللي تزيد، معنى انه الشخص دوت هيبدا يبقى ريلاكسد ويبدا يبقى يعني مستمتع وريلاكسد خالص مش نيرفس نتيجه الاكسرسايز ونتيجه البالانس اللي حصل في الهرمونز ونتيجه ان كافة الباس المساتك هي اللي بتوجح في القصة دي. تاني حاجة عندنا ريديستريبيوشن للبلد، معناه ان انا الاماكن اللي هتشتغل او المسلز اللي هشتغل عليها اكسرسايز هيبدأ البلد اللي رايح لها يبقى اكتر من المسلز اللي ما مش هشتغل عليها اكسرسايز. تمام. تالت حاجة السويتنج، هيبدأ السويتنج واحنا عارفين السويتنج هو ريجولاتوري للتمبيرتشر بتاعة البادي، يعني انا ببدأ اقرأ عشان ايه ريجوليت التمبيرتشر بتاعه البادي، فالعمليه دي هتبقى منتظمه مع الاكسرسايز. رابع حاجه السنسيتيفيتي بتاعه الانسولين هتزيد. يعني ايه السنسيتيفيتي بتاعه الانسولين؟ يعني اقل كم انسولين موجود ممكن يبقى سنسيتيف ويخلي السيلز تبدا تاخد ايه، تبدا تاخد ابتيك للجلوكوز بسرعه، فتبدا تاخد الجلوكوز بسرعه فتستخدمه كسورس في انرجي. ليه؟ لان احتياج السيلز بقى مختلف، بقت بتحتاج اي انرجي، فيبقى الابتيك بتاعها بيبقى احسن، فعشان كده في عيانين دايبيتس هيبقى كويس جدا الاكسرسايز. اما بالنسبه للستراكشرال ريسبونس فهنلاقي ان هو سلو طبعا وهياخد وقت طبعا، لان ده في عمليه تغير للسيلز كلها بياخد من مانثز ليرز، وده بيحصل فيه ان الماس بتاع الماسلز تبدا تزيد والكاردياك تيشو يحصل له هايبرتروفي والبون يبدا البون جروث والبون ديبوزيشن يزيد مع الاكسرسايز، بالاضافه للكابيلاريز لو كان في كم كابيلاريز بيبدا يزيد ويحصل بروفليشن الكابيلاريز في الاريا بتاعه الاكسرسايز. تمام. الفيسيولوجيكال ادابتيشن بيحصل على مستوى السيستمز بقى. ايه هي السيستمز اللي يحصل فيها تشينج؟ ميتابوليك وريسبيراتوري والكاردياك، دول اساسيين عندنا في الحالتين، سواء كان واحد بيعمل اكسرسايز دلوقتي او واحد على المدى البعيد، بالاضافه اللي بيزيد في المدى البعيد اللي هو البادي كومبوزيشن طبعا وبادي كومبوزيشن ادابتيشن طبعا. تمام. على مستوى الميتابوليك والسيلولار سيستم هنلاقي ان كل حاجه بتزيد، كل حاجه على مستوى السيل، يعني الاكسجين ماكسيمم الاكسجين كونسامشن بيبدا يزيد، بالاضافه ان لو شغال ان ايوبيك يبقى الكي انزيمز الانزيمز المسؤوله عن الجلايكوليزس هتبدا تزيد عشان يحصل جلايكوليزس بسرعه، بالاضافه لو انا شغال على الايوبيك سيستم يبقى انا ساعتها في الايوبيك سيستم هتزيد الحاجات المسؤوله عن الايوبيك. الحاجات اللي ممكن تزود الايوبيك سيستم عامه هما حاجتين اساسيين عندنا هنا، الحاجه الاولى هي الكريب سايكل والميتوكوندريا والسبيراتوري تشين انزيمز، كل الحاجات دي مسؤوله عن انرجي ايه برودكشن في حاله ايه الايوبيك سيستم، فلو زاد الايوبيك سيستم هيزود الحاجات ديت، والحاجات دي لو زادت هتزود الايوبيك ايه باور او الايوبيك سيستمز عامه، بالاضافه للمايوجلوبين ليفل. المايوجلوبين ليفل ده عامل زي الهيموجلوبين كده، مسؤول عن الاو 2 كارين داخل المسلز. تمام. ما بيظهرش في التحاليل ولا اي حاجه الا لو حصل ديستراكشن للمسل فيبدا يظهر في البلد. المايوجلوبين دوت ممكن يزيد، لو زاد هيزود الايوبيك ايه كاباسيتي عامه للمسلز. تمام. فلو انا شغال ايوبيك يبقى الحاجات دي هتزيد، لو شغال انايوبيك يبقى احنا هنشتغل ايه اكتر الكي انزيمز، بالإضافة أن بيبدأ يحصل utilization على مستوى الميتابوليزم للفات كسورس أوف أويل، يعني مع الإكسرسايز والأدابتيشن بتاعها يبدأ البادي ما ياخدش الجلوكوز ولا ياخد الجلايكوجين، لا يبدأ يستور الحاجات دي يخزنها الآن أيوبيك ويبدأ ياخد إيه الفات. يعني أنا لو بلعب أيوبيك بعد نص ساعة أو 45 دقيقة ببدأ أحرق من إيه من الفات اكتر ما بحرق من جلوكوز والجلايكوجين، ممكن دول يبقوا ستورج للايه لانايوبيك اكتيفيتي لو انا عامل حاجه انايوبيك حاجه فاست زي السبرنت كده.
تمام. اخر حاجه عندنا هي الماسل فايبرز، هيبدا الماسل فايبرز طبعا يحصل فيها هايبرتروفي او تكبر في السايز تمام، بالاضافه الميتوكوندريا هتزيد في السايز، هتكبر في السايز والكم بتاعها هيزيد كنمبرز، بالاضافه للجلايكوجين والاي تي بي والكرياتينين فوسفاتيز، كل الحاجات دي مسؤوله عن انرجي، الانرجي برضه هتزيد تمام. لو الميتابوليك ادابتيشن زاد يبقى الايروبيك سيستم اكتيفيتي هتزيد، ودوت هيديليد ايه الانايروبيك، يبقى هيديليد الايه الايه انايروبيك ثريشولد او الايه او الاي تي عامه الابريفيشن بتاعه. معنى الكلام ده ايه؟ انتوا فاكرين الانايروبيك ثريشولد قلنا بيحصل ليه؟ بيحصل عشان الاو 2 قل. طب انا خليت الاو 2 يزيد، خليت الاو 2 متاح على طول، يبقى هيحصل الكلام ده؟ مش هيحصل. يبقى العيان مش هيحصل له انايروبيك ثريشولد بسرعه، وعليه يبقى الفتيج بتاعه دايما هيبقى ايه ديليد، نتيجه اللاكتيك اسيد فورميشن بقى قليل، نتيجه ان انا مستخدم الايروبيك، معتمد على الايروبيك اكتر من ايه من الانايروبيك سيستم تمام. الريسبيراتوري ادابتيشن ده تاني سيستم هيحصل فيه الريسبيراتوري ادابتيشن، هيبدا بقى ان الريسبيراتوري سيستم اتعود على كده، مش هيبدا كل شويه ينهج، خلاص الراجل ده ليه فتره بيعمل اكسرسايز ريجولار اكسرسايز، فيبدا البريدنج بتاعه يبقى سلو وديب الباترن بتاعه تمام، سواء في الريست او الاكسرسايز، يبقى كم الاكسجين اللي داخل له كتير جدا، لعبنا على الفوليوم هنا اكتر من الريت، بالاضافه انه سلو 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 تمام. طب ايه الثلاث حاجات اللي هيختلفوا هنا؟ اول حاجه هتبقى عندنا ان الميكانيكال افشنسي، وكلمه افشنسي معناها الكوست على الاوتبوت، معناه ان انا بحتاج اكسجين قد ايه والاوتبوت قد ايه، انا هطلع اوتبوت عالي جدا بكم اكسجين قليل، يبقى الافشنسي بتاعتي ايه عالي. لكن العكس غلط، يعني لو الافشنسي لو الاكسجين انا محتاج اكسجين كتير وبطلع اوتبوت قليل، يبقى ساعتها الافشنسي قليله. فمع الاكسرسايز تتوقع الافشنسي هتزيد ولا لا؟ هتزيد طبعا، هحتاج كم اكسجين قليل واطلع اوتبوت عالي تمام. تاني حاجه هيحصل سنترال ميدييتد للفنتيليتور سيستم، معنى ان الفنتيليشن بتاعي هيقل مع المودريت اكسرسايز، مش محتاج ان اخد نفس بسرعه او انهج او الكلام ده، ده خلاص كم الاكسجين والسيلز اتعودت انها تستهلك كم اكسجين قليل، فدوت كله خلاني ان انا حصل لي اسبيرتو ادابتيشن خلاص على الموضوع ده. تالت حاجه هتحصل ان السنسيتيفيتي بتاعت الكاروتيد كيمو ريسبتورز، فاكرين الكاروتيد ارش، احنا كنا كان في كاروتيد ارش كنا بنقول ان في ريسبتورز كيميكال ريسبتورز، الكيميكال ريسبتورز ديت بيحصل لها ستيميليشن باي حاجه كيميكال، من الحاجات الكيميكال اللاكتيك اسيد، فتبدا السنسيتيفيتي بتاعتها تبقى قليله، يبقى البادي مش هيحس باللاكتيك اسيد، يبقى مش هيطلب اكسجين زياده، لانه لو حس باللاكتيك اسيد هيبدا يطلب اكسجين زياده تمام. بس هو نتيجه السنسيتيفيتي بتاعتها قلت نتيجه الادابتيشن اللي حصل، خلاص احنا مش محتاجين اكسجين زياده، واللاكتيك اسيد خليه كده كده البادي هيتعامل معاه بعدها تمام. تالت سيستم هيحصل فيه ادابتيشن هو الكاردياك سيستم، الكاردياك سيستم كنا بنقول ان مع الاكسرسايز بيتغير حاجتين، سواء الهارت ريت او الستروك فوليوم. طيب نتيجه ان احنا بنلعب اكسرسايز لفتره، فهيبدا يحصل ايه هايبرتروفي في الماسلز بتاعت الهارت، هتبدا يكبر حجمها، يبقى الستوك فوليوم هيحصل فيه ايه هيزيد طبعا، لان حجم الهارت زاد فالستوك فوليوم هيزيد، يبقى الكاردياك اوتبوت هيزيد ولا لا؟ هيزيد، بس في حاجه بتحصل بتخلي الكاردياك اوتبوت سيم، ان الهارت ريت بيقل، يبقى الستوك فوليوم زاد والهارت ريت حصل فيه ايه قل، فده يخلي الكاردياك اوتبوت في حالات الريست في الريستنج هلاقيه ايه ثابت، لكن في الاكتيفيتي هلاقيه بيتغير. ليه بيتغير؟ يعني في الاكتيفيتي الهارت ريت كده كده هيزيد، والستوك فوليوم اصلا زياده في الريستنج، فيبقى ساعتها الهارت ريت هيزيد. البامبنج سيستم او الهارت ريت هيزيد من 40 ل 50% في الاثليتس عن النورمال. اللي بيحصل في الهايبرتروفي بيحصل ثلاث حاجات اساسيين، ان الكروس سيكشن بتاع الكوروناري، لو جيت قطعت الكوروناري ارتريز على الكروس سيكشنز بتاعهم زاد عشان يسبلاي البلاد للهارت نفسه، عشان هو البامبنج سيستم، فيبقى زاد البلاد اللي رايح للهارت تيشو. والكابيلاري دينستي، يعني لو كان عندي 200 كابيلاري في الاريا دي هيبقوا 300 او 400، والمايوكارديال بيرفيوجن، بيرفيوجن بتاع البلاد والاكسجين للمايوكارديال سيستم هيزيد تمام. اما الحاجات اللي بتخلي الهارت ريت يقل، ان السمباثاتيك سيستم هيبدا يقل، يبدا يقل السيميوليشن بتاعه، والباور سمباثاتيك هيزيد، فيبقى يحصل اوتونوميك ايه ريجوليشن. تاني حاجه الكاتيكولامين اوتبوت والسنسيتيفيتي هتقل، قلنا الكاتيكولامين هم الادرينالين او الابنفرين والنور ابنفرين، دول بيبداوا يقلوا، هم الاثنين مسؤولين عن السمباثاتيك اكتيفيتي، يبداوا يقلوا، فاول ما يقلوا يحصل ايه؟ يحصل
ديكيز الهارت ريت، لان احنا قلنا الباور سمباثيك بيحصل فيه ان الهارت ريت بيبقى ايه قليل. تمام، مع الاكسرسايز الكاردياك اوتبوت هيزيد. ليه؟ عشان الستروك فوليوم اكتر من الهارت ريت. مع الوقت هيبدا الستروك فوليوم هو اللي ياخد الاساس، واحنا قلنا الستروك فوليوم زاد عشان حصل هايبرتروفي اكتر من الهارت ريت، لان الهارت ريت بيقل بسبب الحاجتين دولت مع الاكسرسايز. اخر جزئيه هناخدها او قبل الاخيره البادي كومبوزيشن ادابتيشن. مع الاكسرسايز بنلاحظ ان يبدا يحصل ايه في البادي على مستوى المسل، هيحصل هايبرتروفي زي ما حصل في الكارديو. طيب الهايبرتروفي اللي حصل دوت حصل في ايه؟ حصل في المايوفايبر، المايوفايبر بدات تبقى ثيك وتكبر في الحجم والسايز بتاعها يزيد، بالاضافه ان الفات اللي كانت موجوده نلاقي الشخص اللي بيلعب رياضه نلاقيه بدا الفات اللي عنده تقل. ليه بتقل؟ نتيجه حاجتين، الحاجه الاولى ان السنسيتيفيتي للبي ريسبتورز بتبدا تزيد، فالفاتي اسيد في فاتي اسيد بتروح تمسك في البي ريسبتورز فيقل الفات من الجسم، بالاضافه ان الترايجلسرايد واللو دينستي لايبوبروتين والكوليسترول كل الحاجات دي كلها الاند برودكت بتاعت الفات، يعني حصل تكسير للفات وقلت، بالاضافه ان الفات بستخدمها مع الايروبيك سيستم كفويل زي ما قلنا ان احنا بنحتاجها كانرجي، بتبقى سورس اوف انرجي في الاول قلنا الكلام ده. تمام، اخر حاجه عندنا الافكت اوف دراج. لو انا عندي دراج وبدات اديه لعيان او بدات اديه لشخص، الدراج ده ممكن يعمل ايه؟ في عندي ثلاث انواع اللي هنتكلم عنهم. لو في حاجه فيها كافيين فالكافيين دوت هيزود البرفورمانس، مثلا اللعيبه تلاقيهم دايما يقول لك اشرب قبل اللعب مثلا قهوه او الحاجات اللي فيها كافيين عشان ايه؟ عشان تزود البرفورمانس، وفعلا بتزود البرفورمانس. تاني حاجه عندنا هي الاندروجينس او الميل سكس هرمونز. تمام، مشكله الحاجات دي لو اتاخدت من غير بريسكريبشن انها ممكن تعمل لي ليفر دامج او ليفر كانسر. تمام، بالاضافه لو في الميل ممكن تعمل لي مشاكل في التستيكولار فانكشن، يعني تاثر لي على السبيرم برودكشن فيحصل فيرتيليتي. تمام، ولو في الومن ممكن ياثر لي على الهيرسوتيزم او الكاسيشن اوف ايه اوف مينيسيز. هيرسوتيزم معناه انه يبقى ابنورمال جروث اوف هير، يعني يبدا يتكون لها يبدا يظهر شعر في اماكن المفروض ما يظهرش. تمام، اما كاسيشن اوف مينيسيز معناه انه ستوبج اوف منسترال سايكل، يعني المنسترال سايكل يبدا يحصل فيها ايه ستوبج في ايرلي ايج. تمام، او ابنورمال ايج. تمام، بعد كده عندنا امفيتامين والكوكايين، دولت الاثنين مالهمش اي رول في الاكسرسايز بيرفورمانس غير انهم بيعملوا سايكيك ستيميوليشن وبيزودوا ممكن يعملوا انتر اكشن مع الكاتيكولامين مع الابنفين والادرينالين والكلام ده، ادرينالين والابنفين والكلام ده بيعمل ستيميوليشن للسمباثيك، فهم ممكن يزودوا الستيميوليشن السمباثيك فيخلي الهارت ريت يبدا يزيد زياده كتيره جدا، فيبدا يحصل لي حاجه اسمها فينتريكولار فايبريليشن، معناه الفينتريكولار كل شويه قاعد يعمل كونتراكشن ما بيعملش ريلاكسيشن، فيبدا يحصل فتيج في الكاردياك ماسل فتبدا يحصل ايه الايه الديث. تمام، شكرا واسف على